طيب يا اخواننا شوفوا، في ملاحظة هنا مهمة. الخلاف اللي واقع بيناتهم كان يعني معه شيء من القيم، بتلاحظوا الحاجة دي؟ مع انهم مختلفين لكن عمرو ما غير الحقائق، الكلام اللي قاله كله حقائق ولا يتبلى عليهم. ولما جعفر سأله عن أشياء بتضر ساحة جعفر رضي الله عنه ومن معه، عمرو أقر له بها. ودي أخواننا هذه العلامة، أن يختلف الناس مع المحافظة على القيم المتفق عليها، دي علامة الصلاح في أي مجتمع. ولو لقيت أي مجتمع بيختلف بقيم، أعرف إنه ممكن يصل لنتيجة. لكن لما يختلف الناس بغير قيم ولا أخلاق، ما ترجو منهم خير تاني، ديل ما بيتلموا. مما تلقى عدوك بكذب عنك، بكذب فيك وبيزور الحقائق وبيظهر للناس خلاف الواقع، أعرف إنه عدوك ده لو كان صديقك ما بينفعك، خليه يبقى عدوك. زي ده لو بقى صديقك ما نافع، ولا تحرص على صداقته ذاته ده. لكن الإنسان لما يعاديك بقيم رفيعة، شوف هسه النازل الكلام، الحوار الدار بيناتنا ما فيه كذب، واضح.